وأخيرا يسأل الأخ أحمد علي معوضة في رسالته، فيقول: هل صحيح أن الجن تستطيع أن تدخل جسم الإنسان وتجعله يتكلم أو تتكلم بصوته؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، الجن تلتبس بالإنسان، تلتبس به على صفة خاصة حتى تنطق على لسانه وتكلم على لسانه بأشياء يعرف صوت الجن من صوت الإنس، وهذا واقع قديما وحديثا. وهو المجنون الذي تلتبس به الجن، هو المجنون يتكلم الجني على لسانه: أعطوني كذا، أعطوني طيب، اذبحوا لي كذا، افعلوا كذا، ترى الدراهم في المحل الفلاني، بصوت يسمعه الناس غير صوت الإنس. هذا شيء يقع، ومن أنكره فقد غلط. وهذا التباس الجني بالإنس، وبهذا يكون مجنونا، يختل عقله ويضطرب، فإذا ذهب عنه وفارقه رجع إليه عقله. نعم، بارك الله فيكم.